باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، أي أن هذا الباب في دعوة الناس وترغيب الناس في الازدياد في الخير، في أعمال الخير في أواخر العمر. ولا يعرف أحد متى يموت من الناس، ولكن عامة الموتى كما هو معلوم يموتون عند كبر السن، فكأنه يحث كبار السن على الازدياد في الخير لأنهم أقرب إلى الموت في الظن، في الظن. وإلا قد يموت شاب ويحيا كبير في السن سنوات وهكذا. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذه الآية من سورة فاطر. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. بعد أن ذكر الله تعالى أهل الجنة قال عن أهل النار: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، أي هؤلاء هم أهل النار، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فرد الله عليهم بقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال النووي رحمه الله: قال ابن عباس: والمحققون معناه، أي قال ابن عباس: والمحققون من أهل العلم. قالوا معناه: أولم نعمركم 60 سنة، أولم نعمركم 60 سنة. ويؤيده الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. وقيل معناه 18 سنة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وقيل معناه 18 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل 40 سنة. قاله الحسن والكلبي ومسروق، ونقل عن ابن عباس أيضا، نقل عن ابن عباس 60 سنة، ولم نعمركم 60 سنة، ونقل عنه أيضا 40 سنة، ولم نعمركم 40 سنة. ونقلوا أن أهل المدينة، أن أهل المدينة كانوا إذا بلغ أحدهم 40 سنة تفرغ للعبادة. قال: وقيل هو البلوغ، ولم نعمركم ما يتذكر من تذكر. قال: وقيل هو البلوغ. وقوله تعالى: وجاءكم النذير، قال ابن عباس: والجمهور هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الشيب، وقيل الشيب، قاله عكرمة وابن عيينة وغيرهما. قال النووي: والله أعلم. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة
أخرجه البخاري. قال رواه البخاري: قال العلماء معناه لم يترك له عذرا، لم يترك له عذرا إذ أمهله هذه المدة، وهي مدة 60 سنة. يقال أعذر الرجل، أعذر الرجل إذا بلغ الغاية في العذر. أعذر الرجل فلانا، أي إذا لم يترك، لم يترك هذا الرجل لفلان عذرا. هنا قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل، أو لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: كذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال: إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. رواه البخاري. يعني شنو؟ يعني قال لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده كان جلساؤه هم أشياخ بدر، أي كبار الصحابة من الذين شهدوا بدرا من علماء الصحابة، وكان من جلسائه عبد الله ابن عباس، وكان صغيرا في عمره. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يري أهل المجلس أنه ما أدخل ابن عباس من عبث، وإنما لأنه له علم وله رأي. فسألهم ذات يوم، أتى بابن عباس رضي الله عنهما وأتى بالأشياخ الذين يجلسهم معه ويجلس معهم، فقال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ سورة الفتح: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ما تقولون في هذه السورة؟ فقال بعضهم: أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا جاء النصر. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فسأل ابن عباس رضي الله عنهما ليبين لهم علم ابن عباس، قال: أتقول مثل هذا يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: ما تقول؟ قال: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له ربه، يعني قال له: إذا جاء نصر الله والفتح، لأنك كنت في مكة يا محمد صلى الله عليه وسلم وبلغت الدعوة فأخرجت منها وكنت في شدة ابتلاء، فوسع الله عليك ونصرك وفتح عليك مكة، فتح لك مكة، إذا جاء نصر الله والفتح بلغت الدين ونصرك الله على الأعداء ونشرت الملة الصحيحة، فهذا أوان تكريم الله لك بأن تموت، وبعد الموت
يكرمك الله تعالى بنعيم الآخرة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بعد أن كانوا يدخلون فرادا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك الذي وفقك، احمده واستغفره إنه كان توابا. فلما فسرها ابن عباس بهذا التفسير قال عمر رضي الله عنهما عنه: ما أعلم منها إلا ما تقول. يعني هذا هو التفسير الذي أعلم أنه يعني سبب هذه السورة، أو جاء في مناسبة هذه السورة. طيب علاقة الحديث ذا بالباب شنو؟ الباب ما قال الزول يزداد في الخير في آخر العمر. علاقة الحديث أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فأمره بالتسبيح والاستغفار في آخر شنو؟ في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، مع أنه أمره بذلك في أوائل الدعوة أيضا. الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها في كل صلاة: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك ربنا وبحمدك فسبح بحمد ربك اللهم اغفر لي واستغفر. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عنها قالت عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، والركوع يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يقول هذا الذكر، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ويقول هذا الذكر: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن، يعمل بتفسير القرآن وبما جاء به القرآن. معنى يتأول القرآن أن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة: قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ أحدثتها تقولها يعني أتيت بها جديدا أو حديثا. قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها. إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. وفي رواية له لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: قلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الذكر ده في الصلاة تقول الأول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وخارج الصلاة تقول الثاني: سبحان الله وبحمدي استغفر الله وأتوب. يعني أنت ماشي في الطريق قاعد تقول الذكر ده، من باب شنو؟ من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الإنسان محتاج إلى النجاة من المعاصي والازدياد في الخير، إذا قلت سبحان الله وبحمده هذه حسنات، أستغفر الله وأتوب إليه استغفار من شنو؟ من السيئات. وإذا كثرت حسنات العبد وغفرت سيئاته ف
ثقلت موازينه فكان من الفائزين. عشان كذا دي من أفضل الأذكار، سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، وتكثر من الذكر. قال الرابع عن أنس قال إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي أكثر ما كان الوحي، متفق عليه. يعني أن الله لم يقطع الوحي عن نبيه صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره، بل كان أكثر الوحي ينزل عليه في أواخر عمره. يعني أنه يوحى إليه الدين وتوحى إليه الأحكام والأخبار، وفي أواخر عمره كثر الوحي عليه حتى فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. شوف أذكار زي دي سهلة وأجر كبير، ولا دائرة تمايل ولا دائرة تعب ولا دائرة أيش، تقول السنة وأجرك كبير عند الله سبحانه وتعالى. قال الخامس الذي قبله متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم واتفقا على صحته. الخامس عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه، رواه مسلم. علاقة الحديث بالباب أن الباب في الازدياد في أعمال البر وأعمال الخير في أواخر العمر وهذا الحديث يبين أن العبد يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فيكثر من أعمال الخير في أواخر عمره ليموت على خير، ليموت على خير فيبعث على خير. أشكي رب العزة والجلال قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي نفس السورة في سورة البقرة قال الله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم شنو مسلمون. ورب العزة والجلال قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الزول اللي بيكثر من شيء في الغالب بيموت عليه، تلقى طوال بسبح ده في الغالب بيموت وبيذكر الله سبحانه وتعالى، تلقى بصلي طوالي طوالي بيقرأ قرآن بيعمل أعمال الخير ده في الغالب بيموت على الخير، واحد في المقابل تلقاه طوالي شنو شر شر ده في الغالب بيموت على شنو عليه شر. وإن كان أحيانا اللي بيعمل أعمال الخير ده يكون ما مخلص في آخر عمره يموت على شر، واللي بيعمل أعمال الشر أحيانا رب العزة والجلال يتداركه في آخر عمره فيموت على حسن الخاتم، فيتوب عليه فيموت على حسن الخاتم. لكن في النهاية الإنسان يجتهد في الطاعة ويدعو الله وينكسر لله يتوفاه مسلما ويتوفاه على حسن الخاتم. طيب الباب ده كذا انتهى. الباب البعد الباب الفادة ترغيب في العمل الصالح في أواخر العمر. الباب الجاي ده دار يذكر لك بعض الأعمال الصالحة انت اعملها، انت بعد تسمعها هسي سهلة جدا لما وفقه الله تعالى للقيام بها، انت اعملها شوف تلقى عمل بسيط في الأداء وأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. قال باب بيان كثرة طرق الخير، يعني أصلا طريق الحق ده واحد، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لكن الإسلام جوا فيه أعمال خير
صلاة، صيام، زكاة، حج، نوافل، كذي، بر، تلاوة قرآن، تسبيح، طلب علم، تبليغ، دعوة إلى آخره. قال باب بيان كثرة طرق الخير، دي فيها فوائد، منها سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه جعل للخير أبوابا، فمن عجز عن الدخول في هذا الباب دخل في باب آخر. حصل ما في زول عنده حجة يقول أنا ما قادر أعبد، ما في، ولك أنا ما قادر أصلي بالليل تعبان، مش ما قادر تصلي بالليل، أي يصدق بالنهار، والله القروش شوية، قروش شوية، أي صوم، لا والله كان صومتها شغال فرم سخانة ولا شغال، هذه صعبة، إلا رمضان ده تراه بالقوة لأنه واجب بنصوم. سبح، التسبيح ده صعب، لا داير وضو، لا داير عضلات، ما سمعنا زول مجبس لسانه قال لساني انكسر، ما في، ساوي لجبس بتاع اليد بتاع الكسر، ما في، ولا زول قال انا لساني ده والله تعبان الليله موجعني من كثره الكلام، يتكلم 10 ساعات ما بتفتر، شكي يسبح الله سبحانه وتعالى ولا كيف يا جماعه؟ هاي قال، قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فان الله به عليم، وما تفعلوا من خير فان الله به عليم، وقال تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. والله تعرف اعظم شيء، والفائده دي خدها، انا قاعد اقولها كثير او كم مره، اعظم شيء في دين الله سبحانه وتعالى في العباده بالنسبه للعبد بعد التوحيد وبعد نعمه الاستقامه، ان يعلم انه يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، بل لو لم يعلم هذا فهو لا ايمان له. يعني انت بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى، انت لو بتتعامل مع ملك من ملوك الدنيا بتعاين دي الناس وعساكر وقاعدين، هاي هاي بنشتغل معناها بيكتبوا لنا بنلقى مرتبنا، عساكر ما في شيء، شنو معناها عملك ده بروح زي، لانه ده ملك ناقص. لكن رب العزة والجلال مش الظاهر، القلب ذاته في عبادات بالقلب بديك فيها اجر، انت مرات ما جايب لا خبر، اجره كبير، يعني انت ما جايب خبر انه اجره تبلغ للدرجه دي، عشان كده بتتعامل مع الله سبحانه وتعالى. اذا بدات الخير وفقك للزياده فيه، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، واذا فعلت الذنب فتح لك باب التوبة، قال لك تعال توب، جيت كويس، ما جيت وهو داير بيك خير بيبتليك، مش وقعت في ذنب، اي والله داير بيك خير وانت ما جيت توبته بيبتليك، تنجرح، دم يسيل، تكفر سيئات، تساهر، تصحى تعبان، كفر سيئات، مصايب يبتليك في الدنيا. الحسنة 10 أمثال ويضاعف لمن يشاء، والسيئة بواحدة، شوف الواحد دي ذاته توبة تمزح، حسنات تمزح السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، سجود، فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، الوضوء يمسح لك حاجات كثيرة جدا وأجر عظيم من الله سبحانه وتعالى، ومرات يغفر لك من غير أي مقابل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. يا جماعة الإنسان يحسن الظن بالله ولا يمل من العبادة، ما يقول أنا ما بنفع، ما يقول، شفت لو قلت الكلمة دي وركزت في نفسك خلاص الشيطان ريحته تماما،
بعد ده ريحته بيمشي بيشرب ليه جبنك عم يشربها بجنزبيل وبكون امور واضحه جدا. ليه؟ لانه انت ريحته بعد ما خلاص وصلك درجه اسمها الياس. لما تصل درجه الياس دي ثاني ما بتجاهده كثير، قول يا اخي انا اصله ما بنفع، بس انا خريبه في الدنيا دي واخذ راحتي وبعدين نشوف قدام. لقيت لما تذنب وتخاف ترجع، ثاني تذنب تخاف ترجع، وتحاول ما تذنب تعيد من المعاصي، وتلقى فرصة طاعة تعملها. شوف الموفق ده لما يعمل الذنب مهما كبر أو كبر يتوب منه ويجتهد في الطاعة. شكاية الله ما قال وتوبوا إلى الله بس، لا لا لا، قالوا وأنيبوا إلى ربكم. أنيبوا، الإنابة أشمل من التوبة، إنابة توبة وعمل صالح، رجوع إلى الله سبحانه وتعالى. شكاية ابن القيم رحمه الله في الفوائد قال صفات المتقين الذين يدخلون الجنة في سورة قاف أربع صفات. قال الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يلا أسمع صفاته، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب من الأوبة، توبة الرجوع، وحفيظ يحفظ أركانه من المعاصي، يعني يبتوب وبيعمل العمل الصالح وبيحفظ أركانه. ثلاثة، من خشي الرحمن بالغيب، بخاف الله. مما تخاف تقول أنا يمكن أهلك، انت معناه في خير كثير، لأنك انت ما شفت الله سبحانه وتعالى ولا شفت النار. كي قال من خشي الرحمن بالغيب. أربعة، وجاء بقلب منيب، منيب راجع إلى الله سبحانه وتعالى. ادخلوها بسلام، لما تلقى في القرآن ادخلوها بسلام دي بشارات عظيمة. في ناس بيدخلوا الجنة بيتعذبوا في النار حتى يدخلوا الجنة، وفي ناس بيدخلوا الجنة ابتداء. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها. أي شداير تلقاه، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. تمام، في زيادة، في زيادة. طيب، قال وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه، عشان ما تتعلق بمخلوق، ما تقول فلان صالح انا عقيدتي فيه، ما بينفعك. وقال لك من عمل صالحا فلنفسه، فلنفسه، ومن اساء فعليها. قال والآيات في الباب كثيرة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي غير منحصرة، فنذكر طرفا منها. الأول، عن أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل. بذكر لك أبواب كثيرة من أبواب الخير حاول أعمل فيها، أعمل بها. أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. الإيمان بالله والجهاد في سبيله، تكون مؤمن موحد، عقيدتك في الله تمام صحيحة، النافع الله، اللي يملك الضر الله، لا بتعلق حجاب، لا بتعتقد في ميت، لا بتنادي غايب، لا فلان يعلم، عقيدتك يعلم الغيب، عقيدتك في الله نظيفة، مؤمن. وبعد ذاك الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل. قلت أي الرقاب أفضل؟ يعني أفضل أنواع الرقاب التي تعتق. قال أنفسها عند أهلها، أنفسها يعني النفيسة الغالية، وأكثرها ثمنا. الرقاب الغالية ونفيسة عند أهلها. قلت فإن لم أفعل، كان ما عندي قروش أعتق ولا ما قدرت أعتق أو ما أعتقت، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا، في لفظ تعين ضائعا، ضائع
أي ذو ضياع. يعني أنه له ضياع، له أبناء وله عالة، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. أو تعين صانعا صاحب صنعة، تعينه على صنعته. أو تصنع لأخرق، الأخرق ده ما بيقدر يصنع، تقوم تصنع له. جازل قاعد يعمل له في برندة مثلا بتاعت حديد، انت رفعت معاه وساعدته، انت تؤجر، ولا هو ما بيعرف يعملها قمت عملت عليه، تؤجر عند الله سبحانه وتعالى. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت، إن ضعفت أو ضعفت بعض العمل، قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. قال لي طيب أنا لو ما قدرت أصنع خير أعمل شنو؟ قال لي خلاص تكف شرك عن الناس، ما تضر الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. أخرجه البخاري ومسلم. قال متفق عليه الصانع بالصاد المهملة، هذا هو المشهور، يعني اللفظ المشهور في الحديث. وروي ضائعا بالمعجمة، أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك. والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله. الواضحات يعني باختصار أفضل الأعمال الإيمان بالله، الجهاد في سبيله. ما قدرت بعدين قال له دي أفضل الأعمال. في أحاديث ثانية بتبين أمور أخرى إن شاء الله، تبين أمور أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. أي الرقاب أفضل؟ أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، وأكثرها ثمنا. بعد ذاك لو ما قدرت تعتق رقبة، تعين صانعا على صنعته، أو تصنع لأخرق، أو تصنع لأخرق. الأخرق بينا الذي لا يتقن ما يحاول فعله. وفي الرواية الأخرى تعين ضائعا، يعني إذا ضياع، يعني من فقر أو عيال. الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه، عن أبي ذر أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يلا أسمع الحديث ذا برضو، ذا حديث جميل جدا. قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة المفصل، والإنسان عنده 360 مفصل، 360 مفصل، أي مفصل عليه صدقة. يعني في اليوم تصدق 360 صدقة، والصدقات ما إلا شنو؟ إلا قروش. القروش ده جزء من الصدقة، لكن في صدقات تانية. والبجز من الصدقات دي كلها ركعتان من الضحى كما في صحيح مسلم، بس يفتى الصباح قبل ما تمشي الشغل طلعت الشمس تصلي ركعتين الضحى، دي بتعتق 360 مفصل من النار. ما عمل بسيط وأجر كبير، عمل بسيط في الأداء. طيب قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله صدقات، وكل تحميدة صدقة، الحمد لله الحمد لله صدقة، وكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله صدقة، وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر، وأمر بالمعروف صدقة. إذا أمرت فلانا بالمعروف قلت له صلي أو صم أو إلى آخره، ونهي عن المنكر صدقة. إذا نهيت فلانا عن المنكر قلت هذا منكر لا يجوز اتركه إلى آخره. قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما
من الضحى، رواه مسلم. السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم، أي المفصل أو المفصل، هنا كاتبة بفتح الميم المفصل. طيب، قال الثالث عنه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، شوكة زحام من الطريق، حجر، قزاز، في حفرة تدفينة، في موية كاسرة تصلحها، مش تلقى الموية كاسرة، الناس بتمشي وتجي ولا بيشتغلوا، ويك لما يجوا ناس الهيئة يا أخي يمكن مشوا محل تاني، يا شد سويها براك الله بديك أجر وأجر عظيم. قال: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، رواه مسلم. النخاعة في المسجد، وكان المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حصى وتراب، لم يكن فيه الفرش المعروف الآن، فإذا تمخط أحد الناس ولا تدفن هذه من الخطايا، من الخطايا، رواه مسلم. قال الرابع عنه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. عليك الله جوا الصحابة ذي الهمون شنو، وشوف الناس هسي همها شنو، صحابة همون التنافس في الدين وفي الآخرة وفي الجنة، والآن التنافس في الدنيا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وإلا من شاء الله. قالوا: لو ذهب أهل الدثور بالأجور، ناس القروش، ما قال له ناس القروش مشوا بنوا العمارات ونحن ما عندنا عمارات، ما عندهم هم لدنيا، قالوا الناس ديل فاتونا، كيف بنصلي بصلوا بنصوم بصوم، لكن كمان عندهم قروش بيصدقوا ونحن شنو ما بنصدق، بعدين بفوتون. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به في صدقات من غير قروش، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، حتى في الجماع في جنوب صدقة، يتزوج أحدهم فيجامع زوجته فيؤجر على هذا. والله الدين ده عجيب. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ الجواب نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. الدثور بالثاء المثلثة، الأموال واحدها دثر، يعني جو قالوا نحن النازل بفوتونا بالصدقات نعمل شنو، قال لهم في صدقات ثانية، إن بكل تسبيحة صدقة، سبحان الله صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قالوا: وفي بضع أحدكم صدقة. فتعجبوا من الأخير وسألوه، فقالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن القياس ثابت، واستدل بهذا الحديث، إن كان هذا فيه كما قال العباد في فتح القوي المتين، قال: هذا نوع من أنواع القياس،
نوع من أنواع القياس. القياس ده معروف، كتاب والسنة والإجماع دي المراجع، ترجع للكتاب قرآن، ترجع للسنة بعد ذلك، والإجماع ترجع تاني للإجماع، إجماع الصحابة وإجماع العلماء إلى آخره. بعد ذلك القياس، القياس أن تقاس مسألة بمسألة. والقياس له أربعة أشياء، له أصل وفرع ونص وعلة. فالخمر أصل محرمة ونص حرمتها معروف، فهل أنتم منتهون؟ وما يشبه الخمر في الإسكار كالنبيذ، هذا فرع يقاس على الأصل على الخمر. العلة الإسكار، ذهاب العقل مع اللذة أو الإسكار. والنص معروف، دي أربع أشياء. يعني في أصل الخمر، في فرع النبيذ القاسوا عليه، العلة البينات شنو؟ الإسكار. والنص معروف في القرآن وفي السنة. فبقيسوا الأشياء. يتلل الأسئلة وقال لك الشيء الفلاني، بتقول لهم الشيء الفلاني ده حرام، بيقول لك دليله شنو؟ بتقول لهم قاسوه على المسألة الفلاني لأنه اجتمع معاه في العلة. قياس صحيح. يقوم يقول لك لا نحن بس دارين آية بس كده ولا حديث. في أحكام مرات غير القياس ومرات في القياس، يقول لك دارين آية بس عديل كده. تقول له الصعود ما بجوز تزيف صعود. يقول لك يا زول السب حرام، يقول لا يا حرام. يقول لك الدليل، تقول له رب العزة والجلال قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل ده من الطيبات؟ ما من الطيبات. ليه؟ ليه انت بخدت لك أكل بتقول بسم الله بتاكل، بتنتهي بتقول الحمد لله، صح ولا ما صح؟ هل بتجي السيف تقول بسم الله؟ ما بتقدر تقول. وهل تنتهي تقول الحمد لله؟ ما بتقدر، وانت عارفه ده من الخبائث وفيه ضرر. يقول لك بس دار آية عديل تقول الصعود ده حرام، آية تقول الصعود هسه ان جبت لي آية إماف لكن ان في، يقول لك ده صعود شنو، الشعبي ولا السوق العربي، العماري ولا يا ناس معقولة؟ انت زي ده قول له البيبسي حلال ولا حرام؟ قال لك حلال. ولا يجيب آية فيها بيبسي حلال؟ يقول لك الله قال يحل لهم الطيبات، يقول له برضو ما قال يحرم عليهم الخبائث. أنا ما نفس الشيء، يجيب لي دليل إنه الجلابية حلال، ما في، لكن ما في نص عديل بيقول لك الجلابية عينا كذب فيها جيب، ما بتلقى. لكن بتلقى شنو؟ الحكم العام، أو بتلقى مسألة فيها قياس. وبعضهم نفى القياس، قال لا حاجة لنا في القياس، النصوص تكفي. طيب الخامس عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تقول ده شيء بسيط، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. يعني شوف أعمال الخير دي كثيرة، كيف ترفع الأذى من الطريق، صدق تساعد زول في شغل حلال، صدق تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، تسبح صدقة، تهلل صدقة، تحميد تكبير، كل أعمال خير وأعمال بر، بعضها صدقات وبعضها أعمال خير كإعانة يعني هذا الصانع إلى آخره. ده كله ما قدرت عليه، تتبسم ساي في وجه أخيك دي صدقة. هكا في البلد زول بسمة ما قادر يتقرب بها لله سبحانه وتعالى. يصر في ناس قالين الصرة دي يمشوا بالها قدام لك، البلد دي إن ما صريت بياكلوا حقك. يا أخي معقولة؟ أقول ناس
بعد تصر ما بتتقدم لقدام، أن تتبسم في وجه أخيك تؤجر عند الله سبحانه وتعالى. بعدين التبسم علامة شنو؟ علامة سلام. الزول لما يبتسم في وجهك خلاص أنت بتنشرح له في الغالب. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قال: تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، تحكم بينهم فتعدل، أو تصلح بينهم في خصومة، هذه صدقة. قال السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. ودي واضحة. والكلمة الطيبة صدقة. سبحان الله. وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. بكلها صدقات. متفق مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل أو مفصل مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. حديث صحيح في صحيح مسلم. فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. السابع عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. النزل القوت والرزق وما يهيأ للضيف. في أحاديث ما بتحتاج تعليق ذاته بس نقراه إن شاء الله بس الناس تعمل. من غدا إلى المسجد أو راح، ذهب ورجع، أو غدا من الغدو الصباح كصلاة الفجر، وراح من الرواح كصلاة المغرب، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. يعني الصلوات الخمس دي بس قال لك في نزول في الجنة ما يقدم للضيف. تمش لزول كريم تاع بهايم يضبح والكراما للضيف ده، فكيف بأكرم الأكرمين الله سبحانه وتعالى. تمش ضيف عند الله سبحانه وتعالى من تصلي الخمس صلوات في المسجد، فما بالك تصليها الليلة وبكرة وبعد بكرة لما تموت. الثامن عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كمان حديث عجيب جدا: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات، ولو فرس نشات. متفق عليه. قال الجوهري: الفرس من البعير كالحافر من الدابة. قال: وربما استعير في الشاة. يعني قال للنسوان للنساء المسلمات: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاد. يعني بالدارجة بتاعتنا شنو؟ كوارع. يعني لو عملت كوارع وأدت جارتها ده أجر كبير عند الله سبحانه. ولو فرس نشاد. قال الجوهري: الفرس من البعير كالحافل من الدابة. اللي بنسميه احنا بنسميه بالدارجة هنا بنسميه كوارع. التاسع عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. شعبة يعني جزء، الشعبة الجزء والقطعة. والبضع من ثلاثة إلى عشرة إلى تسعة. قال: فأفضلها قول لا إله إلا الله، أفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله. والبيهقي ألف كتابا في شعب الإيمان، فيأخذ من الآيات أو من النصوص من الأحاديث، يأخذ ما جاء في الإيمان فيقول: هذه شعبة، هذه شعبة، هذه شعبة، حتى أكمل هذا العدد. مثلا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله شعبة. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا الحديث، فيقول: إماطة الأذى عن الطريق شعبة. والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه، يقول الحياء شعبة إيمان. ويأتي بالحديث الآخر مثلا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار أو يقذف في النار. يقول دي شعب، وهكذا حتى أكمل العدد. قال: البضع من ثلاثة إلى تسعة بكسر الباء، وقد تفتح بضع أو بضع. والشعب القطعة، يبقى لا إله إلا الله شعبة، ودي أعظم الشعب وأفضل الشعب. لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. العاشر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي وصعد، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة، سقى كلبا. في رواية أنها امرأة بغي. وفي رواية لهما للبخاري ومسلم: بينما كلب يطيف بركية، بركية يعني بئر، قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي، أي امرأة بغي تفعل المعصية الفاحشة، من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها، الموق الخف، فاستقت له به فسقته فغفر لها به. أجر عظيم. الموق الخف، ويطيف يدور حول ركية وهي البئر. لكن الرجل ده أو المرأة ديل عنده الرحمة في قلوبه، وبعدين الكلب كان محتاج للشرب، فمن رحمتهم وأنهم فيهم خير نزلوا البئر فسقوا الكلب، فشكر الله هذا العمل فغفر للرجل أو غفر للمرأة. أما يجي زول بيسقي كلب خلاص معناه يقول نحن نلخبط الدنيا دي ونسقي الكلاب، الكلاب راكدة في الفريق، لا ما معناه كده. لكن ديل عنده الرحمة والكلب، وكان في شنو؟ الكلب في أمس الحول. طيب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحادي عشر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا. لكن الحديث السابق ده تأخذ منه فوائد، منها حتى البهائم لما تسقيها وتأكلها انت تؤجر، عندك بهائم في البيت ما تضيعها زايد،
أكلة وسقية تؤجر عند الله سبحانه وتعالى. دائم جيرانك في البيت في الشارع سائل مهم. في بعض الناس تلقاه يعمل لزير سبيل، تلقاه يعمل لحوض تحت، مرات في السوق مرات في محلات جنى الحمير يشربا والبهائم، ده أجور كبير، الناس ما جايب خبر، ده أجور كبير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. طيب الحادي عشر عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لو نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. أذى بس زالوا من الطريق شجر وقال لم يؤذي المسلمين. وفي رواية لهما للبخاري ومسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. دي كلها أبواب خير ثابتة. الثاني عشر عنه قالت أبو هريرة روى حديث كثيرة رضي الله عنه وخدم الأمة وقدم لها الخير في نقل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فجزاه الله عن المسلمين خيرا. قال عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة أي إلى صلاة الجمعة فاستمع وأنصت، فاستمع وأنصت لم يشتغل بأمر آخر، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم. يعني الجمعة شغالة تهبش في الواتا لغوتا لغى لغى لا أجر له، يعني أجر الجمعة ما في، عشان كده زول في الجمعة بس ينصت. ولا يقل لجاره اسكت وإنما ينتبه إلى المنبر. ويجوز له في الخطاب أن يخاطب الإمام مباشرة ولا يخاطب غير الإمام. الإمام ده ممكن تتكلم لكن غير الإمام شنو تتكلم. طيب الثالث عشر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه في الوضوء، غسل وجهه، وغسل الوجه من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، مش بس امسح ويبقى مارق، تحت لحد يصل تحت قريب الرقبة مع الرقبة، ومن الأذن إلى الأذن كل الوجه. طيب قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، تخرج هذه الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، رواه مسلم. ذا فيه فضل شنو؟ الوضوء. الوضوء الرابع عشر عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. يعني أن هذه الأمور
تكفر الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة، يتوب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وأكبر الكبائر الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لو جبت نفرين، جبت الناس قلت لهم يا ناس كذا مرقوا من المسجد راح بعض الصلاة، مرقوا، واحد شال سكينة ضبح الثاني، والثاني ما كتليزل نظيف صلى مع الناس، عتر قال يا فلان الحقنا، قلت لهم الذنب أكثر يا تو، ولك القتل ده، ولك يا زول ده قتل لزول ده خلاص انتهت الموضوع. والقتل خطير جدا، لكن الشرك شنو أقعد منه. وللأسف الآن الشرك صار مستساغا عادي. هسا ولمس يوم السبت جاي من البلد، جاي هنا واحد العربية اطلت، بعدين أنا قصاد المكنة نزلتها، قال السواق قال انزل، ونزلت، واحد جاء نازل وراي معاه نزلته ضربني في كتفه، بكتفه في كتفي، قال يا رسول الله، وبوجع في انا ما عارف زعلان، قلت لها شيخنا، قال يا رسول الله، وصار انت عشان تغضب فلانا من الناس انت تقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. الرسول قال لك ناديني، الرسول قال اذا سالت فاسال الله، ما بجوز تقول يا رسول الله ولا تقول يا فلان ولا يا علان، انت ان زعلان من انا يا اخي لك مو زعم الدقني، انت مالك مشرك بالله، انت تشرك بالله ليه؟ لذلك مصائب كثير. فالشرك ده اكبر ذنب، وللاسف الان اي زول يقول لك ما تكلموا في الشرك وما عارف خطورته. لو ان رجلا فعل الفواحش ما ظهر منها وما بطن في قارعه الطريق والشمس في كبد السماء، واخر دعا غير الله، فهذا الذي دعا غير الله اعظم جرما عند الله من هذا. يا اخي الله قال لك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني تخيل الله من اسماء الغفور الغفور، ومن اسماء الرحمن الرحيم، وقال ورحمتي وسعت كل شيء. الزول ده عمل ذنب، المشرك ده مش رحمة الله واسعة، ما بيدخل فيها، مرق بعيد، مش هناك بعيد جدا. قال ورحمتي وسعت كل شيء، المشرك ده زحى جرى بعيد منه. كان رب العزة والجلال قال إن الله لعن، اللعنة الطرد من الرحمة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. السبب شنو؟ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فده ذنب كبير جدا وعظيم، مهما فكرت تكاد لا تصل إلى عظم هوله وعظم أمره، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكيف اجتنب الكبائر؟ ومنها الشرك والسحر، ما تمش للسحرة ولا لغيره. ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآيات أورد حديثا عجيبا، ويا ليت الناس يفهمونه، حديث سطر بس، وهو في مسند الإمام أحمد وعند النسائي وفي صحيح سنن النسائي للألباني عن عقبة ابن عامر، ورواية أخرى عن ابن عابس الجهني رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المعوذتين سورة الفلق والناس، قال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. شكرا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اللبيد بن الأعصم اليهودي
سحروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، سحروا بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام. السحر ما أثر فيه في الدين، ما أثر فيه، لكن في الدنيا كان يأتي فيقول أتيت امرأتي، وهو لم يأتي امرأته، فيدخل فيغتسل، أثر فيه السحر. فجاء ملكان فنزلا على النبي صلى الله عليه وسلم فمدد على الأرض، فوقف أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، قيل جبريل وميكائيل، فقال أحدهما للآخر طب؟ قال نعم، أي سحر؟ قال نعم. قال من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. قال في أي شيء سحره؟ قال في مشط ومشاطة، يعني أن بعض شعره، ووضع السحر في بئر. فقرأ عليه سورة الفلق والناس، وكان فيه في السحر 11 عقدة، وعدد آيات السورتين 11 آية، فكان الملك يقرأ الآية فتنحل العقدة، فيقرأ الآية فتنحل التي بعدها، حتى قام نشيطا صلى الله عليه وسلم. فشوف زول مسحور آية، بس شوف ده يشتغل في قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أقرأ وكرره في أضانه، وأقرأ في موية وانفث فيه، وانفث فيه، بعد ذاك الله بيشفيه، لا تمش لزول ولا أنا. شفت الفلق والناس، بعد ذاك في سورة الفاتحة، في آية الكرسي، في البقرة، في غيره. الخامس عشر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونختم بهذا الحديث، وإذا مد الله في الأجال نواصل في هذا الكتاب. قال الخامس عشر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره. الإصباغ الإكمال والإتمام، لأن الله تعالى قال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، يعني أتمها وأكملها. إصباغ الوضوء على المكاره، البرد الزول بكره يلمس الموية لكن برضو يتوضأ، وهكذا. وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. فدي أعمال أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، تتوضأ وتجي خطى إلى المساجد، وبعد ذاك تنتظر الصلاة، هذه كلها من أعمال البر، وبعض وهذه ترفع الدرجات وتكفر السيئات، تمحو الخطايا. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. إذا مد الله في الآجال ووفق نواصل في هذا الكتاب. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.